الرحيم. في البداية نشكر جميع المنابر الإعلامية سواء المكتوبة والمواقع الإلكترونية ومنها موقعكم أو بوابتكم ديال فقيه بن صالح أونلاين على مساعدة جمعية الآمال لمرضى داء السكري فقيه بن صالح والنواحي في نشر الوعي الصحي العلمي عبر الحملات التحسيسية اللي يعني تعودات الجمعية القيام بها منذ تأسيسها منذ 2004 بهدف يعني الوصول الى ذاك الوصول اصلا علاش تاسست الجمعيه اللي اصلا كما تتعرفوا تاسيس الجمعيه تاسست حتى من اجل بلوغ ذاك الشعار اللي هو من اجل تعايش سليم مع مرض السكري لمساعده الناس اللي مساكن كتب عليهم الله الاصابه بمرض السكري باش يتعايشوا مع مرضهم بدون مضاعفات. وهذا اليوم التحسيسي ديال اليوم 8 مارس 2015 تيدخل في هذا الاطار واللي هو كما نقوموا بهذه الحمله التحسيسيه تحت شعار الوقايه خير من العلاج. هو الحمله التحسيسيه حول موضوع داء السكري ومرض القصور الكلوي. وهذا بالضبط هذا الشيء ما كانش اعتباطي لا الشعار ولا الموضوع اللي اختاريناه لهذا اليوم التحسيسي. لماذا؟ لانه لقينا بانه العدد ديال داء السكري تنتشر، المضاعفات وخاصه القصور الكلوي في ازدياد، وهذا الشيء ما تيبشرش بالخير بطبيعه الحال في ظل المنظومه الصحيه ديال بلادنا المغرب اللي تعرفها الجميع اللي تتعاني من مجموعه ديال الاختلالات والهيكليه والبنيويه ان على مستوى البنيه التحتيه ان على مستوى الموارد البشريه واللي هي قليله ان على مستوى الاطر الطبيه والشبه الطبيه اللي هي ما قليله بزاف. وتصوروا معي غنعطيكم واحد الحاجه اللي صراحه تعرقنا وتتمحنا، اللي هل يعقل في القرن 21 كاين في جهه تاد لا ازيله لطبيب واحد اللي مختص في امراض الغدد الصم وداء السكري في الوقت اللي كاينه يعني عيف الفقيه بن صالح بوحده حسب ما مسجله في المندوبيه ديال وزاره الصحه في حدود 10,000 مريض بداء السكري. وهذا شيء خطير. حنا نهار تاسست الجمعيه بدات ب 300 مريض، واذا به دابا راه وصلت لشي 10,000 مريض في ظرف من 2004 10 سنوات وصلت 10,000. وهذا الشيء غادي يمثل حنا هذا الشيء ماشي عندنا تفسير ليه، لان كما تنقولوا ما دام التالوت المدمر منتشر في وسط مواطننا اللي هو متمثل في الجهل والفقر والمرض هذا الشيء طبيعي غادي يكون. زائد كما قلنا المنظومه تتعيش اختلالات، زائد يعني المسؤولين مازال ما عندهمش ديك الاراده الحقيقيه باش يحدوا من انتشار الامراض المزمنه ومن تفادي مضاعفاتها ولا بغاو بالفعل يعبروا لنا على الاراده ديالهم. من هذا المنبر تناشد وزير الصحه في اقرب وقت ممكن بتعيين طبيب او طبيبين الى اقليم فقيه بن صالح خاص بامراض الغدد الصم وداء السكري والتغذيه في اقرب وقت ممكن، لان 10,000 بحال 10,000 في ظل الجهل في ظل انعدام الوعي الصحي راه بحال كلها تتقول لها سيري للدياليز، سيري للشلل، سيري ضربوا لك العينين، سيري القلب، فين غاديين فين غاديين يمشي. كذلك من هذا المنبر الى بغينا بالفعل نحدوا من المضاعفات ونحدوا من الانتشار خصنا من هذا المنبر تناشد السيد العام الاقليم فقيه بن صالح باش يخرج لذاك خرج الوعد اللي عطى لجمعيه الامال اللي متمثل في ذاك المركز الامل في الحياه اللي كان بغى يدشنوا على ديك في ديك الارض 800 متر المتبقيه من ديك الارض اللي كانت تفوتات المقاول الصابر باش دار فيها سكن اقتصادي وبقات فيها 800 متر. والسيد العام راه دار لنا البلان عليها باش نديروا مركز استقبال والتوعيه والتحسيس والارشاد والتوجيه والدعم والمساعده والشد بيد جميع مرضى الامراض المزمنه عموما وداء السكري خصوصا. ومن هذا المنبر هذا وراكم شفتوا كيفاش العدد كثير وكيفاش المعاناه، وراكم شفتوا الدكاتره كيفاش كانت الاستجابه، لان الناس مساكن ما فاهمينش ما عارفينش ومتعطشين للوعي الصحي الحقيقي باش يحدوا من تفادي من انتشار الامراض وسطهم ومن تفادي المضاعفات اللي الكل فين غينا عنها دوله ومجتمعا.